لو فتحنا هذا الزر في موجزة هنلاقي قرآن كريم كامل بشكل جميل وخصائص كتير جميلة. نلاحظ كيف انه واضح وصافي وما فيه اي شؤبات، حتى فينا نكبر الصورة ونصغر زي ما انتو شايفين. كيف عملنا هذا القرآن، كيف سويناه، تابعوا معي الفيديو أصدقائي. مرحبا أصدقائي في قناة العافية التقنية، معكم أبو لارا من قناة العافية. لاحظت مؤخرا كثير ناس عم تطلب أنا كيف بدي أنزل تطبيق، أو عفوا كيف بدي أنزل قرآن كامل كملف، قرآن كريم كامل كملف على موبيزي. طبعا حاليا كل الناس عم تعمل تطبيقات رمضانية، مهم جدا انك انت تحط زر للقرآن الكريم في تطبيقك. هذا اول شيء بيساعد، اول شيء اجر وثواب طبعا، هذا لا شك فيه. ثانيا بيساعد ان المستخدم يضل داخل التطبيق اكثر، وهي كمان بتضيف زيادة على ارباحك. لذلك احد الاشخاص طلب مني كيف نعمل تطبيق، عفوا كيف نعمل زر لقرآن كريم أو صورة لقرآن كريم بموبيزي، بحيث اللي يدخل عليها يقدر يقرأ القرآن كامل بشكل واضح. فالموضوع سهل جدا، مش محتاج يعني شرح كتير. انت هون عندك خيارين، يا اما بتحط زر زي ما انا عامل هون، ما بتحط زر زي ما فرجيتكم اول فيديو كيف طلع القرآن كريم، يا اما بتحط صورة بتحطها كليك بالايمج وبتخلي الشخص يدخل. طبعا الله خلينا على الجاليري، اوكي يختار مثلا خلينا صوت الكعبة مثلا، حط صح، اختار هون اذا بدك تحط عنوان مثلا قرآن كريم، قرآن كريم كامل تمام. هون كليك اكشن، هون اللعبة اصدقائي، هون اللعبة. تروح اوبن بي دي اف فايل باي يو ار ال. هلا انت عندك الخيار، يا اما تعمل له داونلود من هون وتحمله على موبيزي، او تجيبه كرابط. طيب ما انا كرابط كيد اجيبه كرابط، لازم يكون اخر الرابط دوت بي دي اف. في عندك موقع، الموقع توب فور توب، وفي عندك موقع تاني اللي انا بستخدمه حاليا الله يجزيه الخير، في شاب اسمه شادي اعطاني هذا الموقع، وموقع رائع جدا جدا لتحميل الملفات الله يجزيه الخير، اسمه شادي. هو صديق عزيز طبعا. اسمه upmalaf.com. قليل جدا من الناس اللي بتعرف هذا الموقع، قليل جدا. الله يجزيه الخير شادي اللي اشرحه يا ابو لارا للناس، خلي الناس تستفيد. فانا قلت من ضمن الفيديو بشرحه. upmalaf.com اذا بدكم بعملكم فيديو كامل عنه، ولكن احنا بهمنا كيف نجيب رابط القرآن الكريم. نروح على نفتح upmalaf.com، نروح على هون. طبعا انت هون بدك تسجل فيه اذا بتحب، انا ما مسجل فيه. تعمل هون choose file، سواء كنت من الموبايل او من المتصفح. نحط قرآن، نعمل open، ننزل بقول له ارفع الملفات، استنى عليه شوي ليرفع الملف. يمكن في كتير ناس بتعرف، ولكن في كتير ناس كمان ما بتعرف، فاحنا حابين نفيد اللي ما بيعرف. خلص هيك تم رفع الملف، شوف تم تحميل الملف بنجاح. طيب لو لاحظنا رابط الملف هون واخدناه ما بنتهي دوت بي دي اف، قلت لكم هون في موبيزي لحتى نحط رابط الملف لازم ينتهي دوت بي دي اف. طب هون ما بنتهي دوت بي دي اف، انا شو اعمل؟ بسيطة جدا، احنا عندنا هون رابط الملف، بنروح نضغط على علامة التبويب هاي، بنفتح الرابط، هون بنحط انتر،
ننزل ننزل. شفت هون اضغط هون على تنزيل الملف، تعمل رايت كليك، تعمل كوبي لينك ادرس، رايت كليك او زر اليمين للماوس بتعمل كوبي لينك ادرس. اذا انت على الموبايل تعمل تاخذ كوبي داونلود لينك فايل. تمام، كوبي لينك ادرس، بروح على بيزي، بحط بيست هون، بحط صح، بنحط كمان حفظ. بنلاحظ لو ضغطنا على هاي الصورة، شو كيف حيطلع معنا؟ رهيب جدا وحلو، وفيك تكبر اصلا تصغر بالقرآن الكريم بحيث اللي يفوت على تطبيقك يستمتع وعم بقرأ القرآن الكريم. شوف مثلا بنكبر الصورة ونصغر، لو ضغطنا مثلا على صورة البقرة شوف في يكبر ويصغر زي ما بده. طبعا شي جميل وحلو، وبعرف في كتير ناس بتعرف تعملها، وفي كتير ناس بتقدر تعمل أحلى من هيك، ولكن في كتير ناس ما بتعرف كيف تعملها. عشان هيك أنا حبيت أعمل هيك فيديو صغير لحتى نضيف هذا الأمر في تطبيقاتنا اللي عم نعملها حاليا على رمضان، لأنه كتير 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 مفيدة، وحيطلع لنا البانر وحتفيد حتستفيد وأرباحك حتزيد. زي ما حكينا عنا خيارين، يا إما نضيف زر يا إما نضيف صورة بصفحة حرة، طبعا بتكون عامل صفحة حرة. تمام، وفي ناس بتضيفها عن طريق HTML، انا ما بدي ادخلكم فيها لان وجعت راس. خلينا احنا هون نضيفها كزر او كصورة في موبيزي. اتمنى انكم وصلت لكم الفكرة، واتمنى تضيفوها بتطبيقات رمضان عندكم على موبيزي، لانها جميلة جدا وبتعطي جمال للتطبيق. انا ضيفها طبعا بكل معظم التطبيقات الاسلامية او معظم التطبيقات الرمضانية، لانه جاي رمضان فكتير ناس حتفكر كيف تختم القرآن، فكتير ناس حتحب تدخل على التطبيق وتقرأ القرآن الكريم من التطبيق تبعك او من تطبيق من تطبيقات القرآن الكريم. فلذلك هاي مهمة جدا انك تعملها. اول شي بتزيد الارباح، وبدنا ننتبه لموضوع انه نعمل فلترة للاعلانات، لانه انت عم تحكي الناس عم تقرأ القرآن الكريم، فلذلك نبنى اعلانات مشبوهة او اعلانات يعني خارج عن الحياة او خارج عن الدين الاسلامي. فمهم جدا انك انت تعمل الفلترة الاعلانات، خاصة اعلانات المخامرة او اعلانات اللي فيها حياة او ضد التعليم الدين الاسلامي. فالمهم جدا الفكرة وين، انك انت تعمل هاي الايقونة او هاي القرآن الكريم بكل تطبيقاتك الاسلامية، لانه جميلة جدا وحلوة وانا عاملها طبعا. فبتمنى نكون وصلنا لكم الفكرة، وبتمنى لكم يوم سعيد، واعذروني على الإطالة في بعض يعني كتير ناس عم تطلب فيديوهات، ولكن بصراحة أنا مشغول بشغلي، شغلة كبيرة مش سهلة، فعشان هيك بعيد شوي عن القناة. وإن شاء الله بس أخلص هاي الشغلة كلياتكم راح تعرفوها قريبا بإذن الله. أتمنى لكم يوم سعيد وويك إند حلو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.